بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قدم الأب نبيل حداد حلقة خاصة في برنامج عين على المشرق، أشار فيها إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة الدينية ليس للمسيحيين فقط، بل هو عيد وطني يشارك به المسلمون إخوتهم المسيحيين، لا سيما ونحن في بلد يشهد لنا العالم أجمع تميزه بالوئام والمحبة والعيش المشترك، كما ينفرد عن غيره بالتآخي الذي قل نظيره في كل الدول والمجتمعات. واستشهد الأب حداد بعدد من الشخصيات الاعتبارية في المملكة من خلال مقابلات مصورة معهم. فإلى هناك أحبتنا متابعي عين على المشرق، على شاشة نورسات الأردن ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعي نمد أيدينا للمصافحة وللتحية وللتهنئة، فسلام ميلادي عليكم. نعيش هذه الأيام فرحة حلول أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية، وفي هذه المناسبة فإنني أتقدم بالتهنئة والتبريك من كافة أخوتنا المسيحيين في مملكتنا الحبيبة، وندعو الله أن يعيدها علينا وبلدنا ينعم بالخير والأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة. إننا نفخر في الأردن بأن أكرمنا الله بقيادة هاشمية كرست جهدها على الدوام من أجل العمل على نشر ثقافة العيش المشترك وتعزيز القيم الإنسانية النبيلة والدعوة إلى احترام الأديان ونبذ العنف والتطرف، فجعلت من الأردن عنوانا لأخوة إنسانية. لهذا فإننا في الأردن مثلنا الصيغة الأنموذج في التآخي بين المسلمين والمسيحيين، فجميعنا نعيش بروحية التعاون والمحبة والانتماء للوطن والولاء لقيادتنا الهاشمية، وما حققناه في هذا المجال يعد إرثا ومنجزا حضاريا أردنيا هاشميا بامتياز. إننا في الأردن مسلمين ومسيحيين، أسرة واحدة وأصحاب هذه الأرض الطاهرة، وسنبقى نواجه التحديات معا ونتطلع إلى الغد المشرق من أجل نهضتنا وعزتنا ومستقبلنا. لهذا فإن عيشنا المشترك خط أحمر نرفض المساس فيه. فكل عام وقائدنا بخير وشعبنا بخير ووطننا بخير. في هذه الحقبة من الزمن وهي قدوم الأعياد المجيدة علينا، أتقدم من إخواني وأخواتي وأهلنا مسيحيي المملكة الأردنية الهاشمية والعالم العربي وأينما تواجدوا، فمن عمان آل هاشم أتقدم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة عيدنا المجيد، وكل عام أيضا وأنتم بألف خير. وأنا في نقطة الآن حيث يوجد مسجد الملك المؤسس على يميني ويعتنق الكنيسة التي أمامه، فهذا هو الأردن، هذا هو التراحم والتلاحم الديني في المملكة الأردنية الهاشمية. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله نلتقي في العام القادم وتكون الظروف أفضل ونجتمع بدلا عن التباعد الذي تفرضه علينا هذه الجائحة. أتقدم بالتهنئة من إخواننا وأهلنا وكافة الطوائف المسيحية في أردننا الغالي بالتهنئة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، وإن شاء الله أنه الله يعيده علينا وعلى هذا الوطن وعلى كل أبناء هذا البلد بالخير إن شاء الله والبركة بإذن الله تعالى. هذا البلد يمثل رمزا من رموز التعايش والتآخي والمحبة التي تجمعنا، وهذا هو يشكل أحد عناصر قوة الدولة الأردنية في مواجهة كل الأخطار التي تحيط بها. مرة ثانية كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله يعيد علينا وأردننا ينعم بالخير والسلام والأمن والاستقرار. من عمان نرسل رسالة حب إلى كل أهلنا، إلى كل إخوتنا، وهذه تحية وتهنئة معكم ولكم وبكم ومنكم، أنقلها أيضا إلى إخوتنا المسلمين بدءا بقائد البلاد
الذي صافحنا جميعا وعايدنا جميعا وهنأنا جميعا، هو وولي عهده وأجهزته الأمنية، هؤلاء الجند الذين حرصوا على أن يكونوا معنا لأنهم أحبوا الوطن وأحبوا السيد المسيح وأحبوا السماء. نهنئ ونبارك، وإلى لقاء قريب معكم. المجد لله في العلا وعلى الأرض، أرضنا نحن أيضا وبالأخص في هذا الوطن. السلام وفي الناس المسرة. كل عام وأنتم بخير.